وصلنا وصلنا وصلنا. علي إخوان شوف الأجهزة بقى معايا شوف. ويا ايتما ما لا عايز يخفوهم، عايز نقوم الاجداد لكم حافظهم في السلميه عافاكم السلميه. شوف هلا رجع الاخوان شوف 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 راه تم الى الى تعتقلت راه انا ربحت ربحت ربحت. شوف عرفتوا علاش؟ عرفتوا علاش؟ لان انا ما زدت سلاح، ما سرقت، ما نهبت الدوله، ما كليت حق الفقير. اشهد ان لا اله الا الله. الله الله. انا خرجت. شوف الله يرحم ليك الوالد هو اللي استلم الحيران. أصنطم الله يرحم والدين، أصنطم الله يرحم والدين. أغاك أم أحمد أغاك الهدف الموت هو اللي استلم الحيران. الإخوان فوق يقول مش الله يرحم والدين. الهدف الموت الهدف النغم استلم الحيران، لأن من طلب المامية مطالب عادلة ومشروعة، ولكن الأجهزة السمعية صفها الفتيت. عرفتوا علاش؟ لان الفتيت الكرسي ديالو مهدد، لان الفتيت عطى تقارير مغلوطه، لان الفتيت كلا سرخات العصا، فبالتالي كيحاول يدي البلاد الى مستنقع من الدماء. الفتيت لا وطنيه له ولا عصابه ديال الحكومه كما قال جدنا. اذا اعتقلت شوف اسمعوني الله يرحم اسمعوني يا صاحبي. اذا تم اعتقالي انا راه الدخله ديالهم الكوميساريه ولا فين باغي نديوني راه غندخل اضراب عن الطعام والماء. واسمع يا فاطمه واسمع راه شوف شوف راه شوف راه انا الفجر ولا الصلوات ديالي كاملة أسأل الله تعالى الشهادة. الله أسأل الله تعالى أسأل
Si. Rush.